الأسبوع بيبدأ بمولود الحمل. مولود الحمل عليك أنك تقرأ سورة النور وتمسح على وجهك، وأيضا إذا أنت بدك تبدأ يعني تطلع بشكل حلو، وخاصة المرأة الحمل اللي هي دايما بتحب الجمال والنورانية، وأيضا بعض الرجال كمان بحب النورانية دايما تقول وزيناها للناظرين، يعني تقولها 7 مرات بكفك وتمسح على وجهك أو على وجهك على كل المواليد، أكيد كل مواليد الحمل. مولود الثور عليك انك تكثر من اكل الخضره، وخاصه البطيخ الاحمر والبطيخ الاصفر والتفاح قبل النوم. تفاحة قبل النوم تاكل وحده او زيح على الاقل كل اسبوع حتى تحصن حالك من العين والحسد، وتقرا المعوذات وآية الكرسي كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هذا اهم شيء تقراها مولود الثور. بالنسبه لمولود الجوزاء، وكن ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، وانت خاصه من الاشخاص اللي بتتنقص بالليل، وخاصه من كثير من مواليد الجوزاء بيقوموا بالليل ما بيناموا، بيخافوا من احلامهم لانه الاحلام تدخل الشياطين فيها. وكن ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، هذه بتقولها 7 مرات بالليل و7 مرات الصبح قبل النوم وبعد النوم مثل ما بيقولوا. بالنسبه لمولود السرطان، مولود السرطان اهم شيء تستعمل مية البحر خميس جمعة السبت، خاصة اذا في العنبر، واذا بتزيد العنبر عليه تتروش فيهن، وما ضروري تتحمم بالمي والصابون، تروش حالك فيهن. اي سحر اي عين اي تسليط عليك من العالم الاخر ما بعود يأثر عليك. مولود الاسد هذا الاسبوع عليك انك تدفع صدقة لمسكين، لأنه رزقتك على رزقة مسكين، وأنت عم تحط هالصدقة بإيد هالمسكين تدعي الدعوة اللي أنت بدك إياها، لأنه إن شاء الله الله يستجيب لدعوتك ولنيتك اللي أنت بدك إياها، وعسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. بالنسبة لمولود الأسد، مولود الأسد عندك بعض المشاكل العاطفية، بعد الاستفزازات من الآخرين، عليك انك تقرأ سورة الصفات. سورة الصفات كثير مهمة للمشاكل، وخاصة إذا عندك مشاكل زوجية للزوجة ولزوج الأسد، إذا في مشاكل بالبيت من الشريك تقرأ سورة الصفات، وأيضا تقرأ سورة المزمل، هذه كثير مهمة لحياتكم الاجتماعية وحياتكم الزوجية وحياتكم العاطفية. حتى ما كان ضروري يكون زوجة أو زوج، ممكن يكون حبيب وحبيبة، ممكن يكونوا على صداقة أيضا، تقروا سورة الصافات. بالنسبة لمولود العذراء، مولود العذراء عندك كتير مشاكل بظهرك، مشاكل بإجريك، عليك انك تشرب مية المطر، وفيك تقرأ كمان اللي عندهم كثير من مواليد العذراء اللي عندهم اطفال، لانه بياخذ من القرين الام مية المطر، وتقرا عليها سورة الاسراء، تحطوها بقنينه بعد ما تصفوها اكيد، وتحطوهم بقنينه فشربوا هذا الولد او اللي عنده تلعصم بالكلام، او اللي العصب الكلام عنده يعني بيضرب العصب اللسان، فمشان هيك بيصير عنده تلعثم او بيصير عنده مشاكل بالكلام او بتأخر بالكلام، يكون عصب عنده ضعيف، فهيدي بتزيد من العصب تاعه، وخاصة اللي عندهم كمان مشاكل بظهرهم او بيشربوا يستخدموا مية المطر، لانه مية المطر هي كثير مهمة لهيدي الاوجاع. بالنسبة لمولود الميزان، مولود الميزان بسم الله ارقيك وبسم الله أشفيك من كل داء يعنيك، بسم الله والله شفيك.
بسم الله خذها فلتنهيك، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم لتبرأنا بإذن الله تعالى، لأنه أنت العين عليك، عليك أنك ترقي حالك، ما ضروري تبعت حدا يرقيك. فيك ترقي حالك بصورة ياسين أيضا، فيك ترقي حالك بهيدي الرقوة 7 مرات وتحط إيدك على الوجع اللي أنت فيه، أو على راسك أو على كتفك أو على حتى على صدرك، بياخد كل الجسم الذبذبات وما بعود تدخل العين والحسد ولا سمح الله السحر على جسمك. اذا انت عم تحس باوجاع، وخاصه اذا عندك الميل الشمال، فبدي اياك تقرا ايات السحر. بالنسبه لمولود العقرب، انت كذلك الامر انت معرض كثير للسحر مولود العقرب، ولو انت من البحار من ماء، يعني ما عليك انك تستخدم البحار، ميتك الموجوده بالبحار. وايضا اذا بدك تقدم على وراء شغل هالاسبوع وكل اسبوع، يعني هيدي خدها على طول قاعده انك تطرب وراءك بالتراب وتقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق، ومن ثم اكيد بتحط شويه رمل، يعني خلينا نقول شويه رمل على الوراق بنفضهم، وبتقول يا رزاق 7 مرات على الوراق، بتقرا عليهم وبتقدمهم انت محل ما انت رايح. بالنسبه لمولود القوس، مولود القوس كتير في عليك نقنقة هالفترة، وهالفترة هتحس حالك بكآبة، هتحس حالك مزعوج، هتحس حالك ما طايق حدا حواليك، فعليك انك تقرا سورة ياسين، وعلى كل مبين تدعي بالدعوة اللي انت بدك اياها، مثلا دعوة يا رزاق، دعوة تشيل البؤس عني، تشيل الكرب عني، تشيل البلاء عني، على كل مبين بتدعي الدعوة اللي انت بدك. ممكن تقرا كمان لاولادك اذا انت بتخاف عليهم، عليك خوف على احد اولادك، دائما اقرا سورة ياسين وعلى كل مبين بتدعي بالدعوة اللي انت بدك اياها. بالنسبة لمولود الجدي اللي دائما هو اموره معسرة ومش عم تمشي معك، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، هيدي تقراها 7 مرات يوميا، بيمشي الشغل، بتمشي الشراكة، بتمشي التجارة، بيمشي النصيب عندك. بالنسبة لمولود الدلو، انت مثلك مثل الجدي هيدي الفترة الامور كمان معصرة معك، فعليك انك تكتب حرف الباب بقماشة طويلة خضراء، تكتب حرف الباب بالقلم الحبر الازرق، مقطع حرف الباب 25 مرة، وتقرأ وتكتب الآية اللي كنت عم بقولها لمولود الجدي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أما بالنسبة لمولود الحوت، مولود الحوت زبيب الأسود 7 حبات قبل النوم و7 حبات بعد النوم، على كل حبة بتقرأ 7 مرات آية الكرسي، أو 7 حبات تمر بتعملها بالاسبوع مرة على كل حبة، بتقرا آية الكرسي 7 مرات حتى تعمل كل الذبذبات حول جسمك، ما بتعود تخترق العين والحسد، وايضا بيسحب لك السحر كله من جسمك. هذه فقرة المورائيات للاسبوع للابراج 12، بلاقيكم بالاسبوع الجاي ان شاء الله بفقرة مورائيات جديدة.